صار لازم اتصل برفيقة لباري. كيف بيصير هيك؟ ابني عم تحكي معي؟ كونال؟ شوفي؟ أنا عملت اللي علي ولبستك الأساور، وهلأ إجا دورك. يلا لبسها محبس زواجكم فوراً. خد. بسرعة لبسها يا. ماما، بابي، انتو كأنو عم ترجعوا تخطبوا من أول وجديد؟ كنت عم بستنى هاي اللحظة. وشوفك يا ابني انت وكنتي الحلوة والفهمانة، وهلأ صار فيني قلك نورتي بيت خانة. يلا بسرعة لبسها المحبس. ايه بابي يلا لبسها يا هون بسرعة. بتمنى ما تفهمني غلط، بس أنا ما عم أتهرب منك أبداً. إيشان أنا بدي شوية وقت. ماما بشو عم تفكر؟ يلا بسرعة ابني يلا. رفيقة لباري حقالي أمنيتي. شكراً كتير على كل شي. أنت عن جد مثل بابا نويل. تيتا صار مثل ما خططنا له سوا من قبل أنا وياكي. رجعوا الماما والبابا عملوا حفلة خطبة حلوة كتير. ماما رجعت لبست محبس الخطبة. أنا كتير مبسوطة. تيتا أنا برجع بتصل فيكن. باي. مبروك ماما، مبروك يا بابي. ميستي تعالي، انتي بتحبي البوزة، تروحي ناكل ورح نترك بابي ومامي يقعدوا لحالهم شوي. يلا خلينا نروح، يلا لنروح ناكل بوزة. يلا يا بنتي بسرعة. كونال ابني اللي انا عم احلم شي. إيشان ومولي مع بعض؟ هالشي ما بيتصدق. يا رب يتهنوا مع بعض طول عمرهم.
ابني، كل هاد اللي عم يصير ورجعت مولي وإيشان لبعض كله عم يصير بفضلك. عن جد ابني، لو مالك موجود ما كانت رح تتم هالخطبة. شكراً لك. ماما أنا رايح شوفها لباري. أنا بصراحة كتير آسف مولي، كان بدك وقت، بس ماما ما قدرت إلا أي شيء، أنا آسف. لا تعتذر إيشان، أنا بدي شوية وقت بس، هون الكل مبسوط، ميستي وأمك، وما في شيء أهم من سعادتهم عندي بالدنيا. لهيك اللي صار كتير منيح. ماما أنا طالع لأني تأخرت. كلك لقمة معنا بعد الخبز سخن، تعا يلا. ماما كتير عم تجيني اتصالات من المشفى، إذا تأخرت 5 دقايق ما رح تخرب الدنيا، يلا عود. ماما المرضى عم يستنوني، خليني روح هلا، ما بصير ضل. في ايه؟ بقول لك شغلة؟ قولي بسرعة. تيتا هي أمها لخالتة مولي، ليش عم تقلها ماما؟ من لما اجيت لهون وانت عم تنادي لماما؟ باري فيني اسألك سؤال؟ ايه قولي. انتي شو بتقولي لستك؟ تيتا. ممتاز. طيب شو بينادولو لإيشان ومولي وكونال ومي هيك؟ تيتا. برافو عليكي. هلأ لما خالته مولي تنادي لي ماما، وين المشكلة؟ وإذا رفيقك نادالي ماما، وين المشكلة؟ ما في مشكلة ما؟ يلا خلصي فطورك بسرعة. أنا ليكني خلصت فطوري، فيني روح ألعب يا تيتا؟ ايه طبعاً. ابني فيني أعرف ليش قلقان؟ لأنه دايماً إحساسك بمحله. ما بعرف، بس أنا خايف إذا عرفت باري بالحقيقة في احتمال أنه تصير تكرهني كتير. ما عندي أهم من بنتي باري. مولي انت وميستي عم تناموا بالفندق، انا ما برضى. هذا البيت صار بيتك. ايه بيت إيشان هو بيتك كمان. ماما ماما سبق قلت لك انه مولي هلا ما انا مرتاحه كثير ببيتنا. ايه فهمت عليك، وبكل الاحوال بنتي مولي بكره بتستقري عنا. على فكرة اليوم يوم كتير مبارك، عيد اللودي ما هيك؟ لودي؟ لهيك عنا حفلة المساء وعزمت كل ضيوفنا، والكاهن رح يجي ويحدد موعد زواجكن. ايه؟ واو. خلينا نزوجكن ونرتاح. انتي اهتمي ببيتكم وكمان بسعادة زوجك وبس، أنا هيك بيرتاح بالي. بابي انت ما رح تتغير بعد ما تتزوج، ومو انت بدك تضل توصلني على المدرسة وتساعدني برياضيات كمان، ما هيك؟ ايه بنتي، بس بالاول بدي اياكي تجاوبيني على سؤالي، انتي بتعرفي تطبخي؟
إذا ما بتعرفي تطبخي أكيد بتعرفي تنظفي. كل شغل البيت بدك تشتغلي لحالك. عم بمزح معك، بعد الزواج أنا رح ساعدك بوعدك. ماما عم تجيني اتصالات من المشفى. ايه بنتي ردي، أكيد بيكون في حالة طارئة، بس ارجعي بكير المساء إذا بتريدي، لأنه اليوم بيكون أول عيد إلكن مع بعض. رح كون بانتظارك. يلا ميستي. ماما أنا رح ضلني مع تيتا اليوم، فيك تروحي. رح أقعد ساعة تيتا بالتحضيرات مشان الحفلة، ورح كون بنت كتير منيحة. تعالي. اليوم ميستي والتيتا كتير رح ينبسطوا. لا تاكلي هم، روحي هلأ، هي قاعدة ببيتها وأنا ستة وهي حفيدتي، ما هيك؟ لا تعذبيها. أوكي؟ أوكي، باي. باي. أنا رايحة. لحظة شوي مولي. أنا رايح معك ورح وصلك. باي ميستي. باي أمي. باي. يلا مولي. باي ماما. ارجعوا على البيت بكير. بدك تحضري شي فيلم؟ في تلفزيون بغرفة بابي، احضري أفلام كرتون. كمان بدك تلعبي ألعاب فيديو؟ إذا بدك أي شي قليلي، أنا رايحة مشان صلي. يلا. إيه سويتي، اتصلتي فيني أكتر من مرة. إيه صح خالتي، أنتي الوحيدة اللي بعد أمي تلفظ اسمي على المزبوط. أنتي بتذكريني بأمي، كتير بحبك. بالمناسبة أنتي منيحة؟ أنا كتير منيحة، أنتي كيفك؟ كتير مبسوطة، كتير منيحة. على فكرة خالتي، أنا راجعة عدالي اليوم. بدك تفضي حالك مشاني إيه؟ عنا كتير حكي، وفي كتير شغلات اجيت مشان اشتريهم، بدي اتفتل معك بالسوق. ايه بس انا اجيت هون على مومباي مشان نحدد عرسه لايشان. عن جد؟ بدكن تحددوا عرسه لايشان؟ لك هذا عرس ابن خالتي وانا اخر حدا بيعرف. على كل حال، شو وضع العروس؟ شو اسمها؟ وشو بتشتغل؟ وكيف شكلها خالتي؟ قليلي يلا. ايه روقي شوي، بدك تعرفي كل شي على التليفون؟ اليوم عنا عيد ورح أعمل حفلة المساء، منيح إنك اتصلتي. تعالي لعنا المساء مشان تشوفي مرت أخوكي. أكيد خالتي، أنا بجي بدون عزيمة، اتفقنا. تعرفي خالتي، شوفت العروس الجديدة له نكهته الخاصة. شوفك المساء، باي. ماشي، شوفك. رفيقة لبارح قالي أمنيتي، شكراً كتير على كل شي، أنت عن جد مثل بابا نويل. هاد اللي عم يصير ورجعت مولي وإيشان لبعض، كله عم يصير بفضلك. مولي وإيشان رجعوا لبعضهم، لازم كون فرحان كرمال هيك.
أنا كان بدي هالشي بس. دكتور كونال، في عنا حالة ولادة، ودكتورة شعر ما طلبت منك تيجي تشوف صغير، هي بقسم الولادة. باري، ليش قاعدة هيك وزعلانة؟ شو بدي أعمل؟ مي هيك ما بعرف لوين راحت، ورفيقي راح على العيادة، وميستي مو بالبيت. أنا كتير ضاق خلقي هون. طيب قومي تفرجي على التلفزيون. أنا بس بتفرج على أفلام كرتون. طيب أنت شو عم تعملي؟ أنا عم بمسح الغبرة. طيب أنا فيني ساعدك؟ ميستي عندها أفلام كرتون حلوة كتير، نقي شي فيلم وقعدي حضري، ماشي؟ بحب ألبومات الصور أكتر من أفلام الكرتون. براميلا وين باري؟ شو عم تعمل؟ معقول لهلأ ما ملت؟ لا أبداً أمي، هي بالغرفة عم تتفرج على الألبوم القديم. شو قلتي؟ الألبومات القديمة؟ كيف بتتركيها تشوفهم؟ إذا شافت صور مولي وكونال رح ينكشف كل شيء. وين باري؟ شو عم تعمل؟ معقول لسه ما ملت؟ لا أبداً أمي، هي بالغرفة عم تتفرج على الألبوم القديم. شو قلتي؟ الألبومات القديمة؟ كيف بتتركيها تشوفهم؟ إذا شافت صور كونال ومولي رح ينكشف كل شيء. يا ترى مين هذا؟ باري! باري! تيتا؟ مين هذا اللي مع خالته مولي؟ حبيبتي هذا الألبوم كتير قديم، ليكي الغبرة عليه! لا عاد تلمسي بإيديكي تتوسخي. شو رأيك يا روحي؟ شغل التلفزيون وتحضري أفلام كرتون. يلا يا لطيف، شو عليهم غبرة؟ ييه، يا ترى مين اللي إجا؟ شغل التلفزيون يلا. إيه؟ ليش تيتا ما خلتني أشوف ألبوم الصور؟ تيتا! يا روح تيتا، أجت أميرتي الحلوة. شو هالمفاجأة هي يا أميرة؟ جيت مشان أخذ ثيابي من هون. مثل ما بتعرفي، أخيراً ماما وبابا إيشان قرروا إنه يتزوجوا، وتيتا سانديا بدها تعملن حفلة صغيرة اليوم، وهنن كمان رح يحددوا موعد العرس. يا روحي أنتي، بس كأنك يا عمري جيتي لحالك لهون؟ مو لحالي، مع بابا، وهو ليكو ناطرني تحت، وأنا كمان رح فوت ضب أغراضي وروح. باري! شكراً كتير إليك باري، شكراً شكراً شكراً. يا ترى أنتي ليش عم تتشكريني كل هالقد؟ ليش أنا شو عملت؟ لأنه بسبب أبوكي، ماما وبابا إيشان رجعوا لبعضهم مرة تانية، وهنن قرروا رح يتزوجوا عن قريب كتير. هذا لأنه رفيقي بطل، لأنه دايماً إذا وعد حدا بشي
أكيد رح يعملوا. ميستي أنا كتير مبسوطة لأنه أمنيتك اتحققت، وأنا بدي أعتذر منك على تصرفاتي من قبل، وبعرف أني زعلتك كتير تصرفاتي الغبية. بترجاكي تسامحيني، أنا كنت مزعوجة منك شوي. أنا سامحتك، بس فيك تقولي لي أنتي ليش كنتي مزعوجة مني؟ شو عملت لك أنا؟ بيوم خطبة الماما والبابا أنا عرفت أنه أبوكي كونال هو أبي، وهو راح وتركني أنا والماما من لما كنت طفلة صغيرة. ما فهمت عليكي ميستي. باري، أبوكي كونال هو كمان بيكون بابا. أبوكي تركني أنا والماما، تركنا لحالنا وما عاد سأل فينا بنوب. ما فيكي تتخيلي يا باري قديش زعلت وانقهرت، لأنه أي حدا مثلي أبوه راح وتركه هو وصغير أكيد رح يزعل ويضايق مثلي. هو تركني لحالي مع الماما من دون أب، وراح صار أب لحدا تاني غيري ونسيني. باري، الماما وأبوكي كونال كانوا متزوجين من قبل، بس ما بعرف شو اللي صار لحتى راح وتركني أنا والماما لحالنا واختفى. وبصراحة أنا لما عرفت بهذا الموضوع كرهته كتير ومن قلبي. لهذا السبب أنا كرهتك أنت كمان، بس هلأ كل شي انتهى. أنا هلأ صرت حبه وما عاد معصبة منه أبداً، لأنه طلع منيح. باري، بدي أطلب منك طلب، سلميلي عليه وقولي له شكراً كتير، أكيد عن قريب رح أرجع وشوفه. بدي روح لأنه في حفلة ببيت بابا إيشان، وإجيت مشان ضب أغراضي وروح. خدي هاي إلك، لأنه أنتي مو رفيقتي، أنتي أختي. باري، أبوكي كونال هو كمان بيكون بابا. باري، الماما وأبوكي كونال كانوا متزوجين من قبل. باري، أبوكي كونال هو كمان بيكون بابا. باري، الماما وأبوكي كونال كانوا متزوجين من قبل. أبوكي تركني أنا والماما، تركنا لحالنا وما عاد سأل فينا بنوب. باري، لوين رايحة حبيبتي؟ شو يا قلبي، بس راحت ميستي مليتي؟ رح تنزلي تلعبي مع الولاد؟ طيب، بس رح خلي برميلة تنزل معك. أنت جديدة بالبناية لهيك ما بدي إياكي تروحي لحالك، موافقة؟ برميلة، انزلي مع باري لو سمحتي، واصحي تتركيها لحالها ولا شوي. حاضر. باي باري. شكرا. مبروك. تفضلوا. اهلا وسهلا. شرفتونا. عقبال ما نفرح بهالصبية الحلوة. شكرا لك. ابني إيشان، اتمنى لك السعادة من قلبي. تفضلي.
خالتي. أهلين سويتي. اشتقت لك. وأخيرا إجيتي. حقك علي، بس ما بدي تزعلي مني، كان عندي شغل وهلا لا قدرت أجي. بصراحة نص جايتي كرمال شوف العروس. كتير حابة إني شوفها. بتصدقوا؟ ما نمت كل الليل وأنا عم فكر عن جد. لك سويتي طالعة حلوة. لك أنت اللي طالع وجهك مثل القمر. ربي يحمي. صحي؟ أي وحدة خطيبتك؟ أنا لازم شوفها كرمال أعرف مين هي يلي سرقت قلبك. أكيد رح تشوفيها، هي هلأ بتجي. هلأ بتشوفيها. أوهو خالتي شوفي وشه، يا حرام كيف أحمر من الخجل. توقعت أنه أنا الوحيد بهالعيلة يلي بستلم العالم هون، بس طلعتي سابقتيني. ما رح يطلع لك معنا، متأكدة. صحي إيشان، معقول أنت ما معك للعروس ولا صورة واحدة؟ ها انسى الموضوع. خالتي أمانة دقي لها للعروس وشوفي وين صارت. نحنا ناطرينا والخانم بتكون عم تزبط حالة، بتكون عم تهتم بجمالها هلا. أكيد بتكون جاية على الطريق. إيشان نطر كتير حتى لقى بنت منيحة، وأنتي كمان لازم تصبري. ايه معك حق. يلا خلينا نروح. عن جد كتير جوعانة. يلا لكن امشي. أهلا وسهلا شرفتونا. في هون كل شي بتحبي سويتي. واو. شوي وبيجي. ايه ماشي. ماما؟ بابي. أهلين يا روحي. عيد سعيد بابي. عيد سعيد. ينعاد عليك بابا. شوف اليوم قديش طالعة ماما حلوة، طالعة بتشبه الأميرات. ماما؟ ينعاد عليكي. عقبال ما أفرح فيكي أنت ونيشان يا روحي. عيد سعيد تيتا. ينعاد عليكي يا روحي. سويتي تعي شوفي العروس وصلت، مو كنتي حابة تتعرفي عليها؟ عن إذنكم. حبيبتي باري، ليكي الولاد عم يلعبوا، روحي لعبي معهم وانبسطي، ماشي؟ حبيبتي، خليكي هون ما تروحي لمكان، أنا هلأ برجع، اتفقنا؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات، يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.